بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم كل اللي بيتابعونا في برنامج شارع النيل وكل أحباب برنامج شارع النيل في كل مكان، تحية خاصة أكيد بنهديها لكم في حلقة جديدة من برنامج شارع النيل. يمكن اليوم برنامج شارع النيل بينكهة مختلفة وتفاصيل مختلفة ومحطات مختلفة كمان حتتابعوها معنا. نحن اليوم بنحتفل باثنين عرسان، واحدة من العروسات المميزات جدا، هي شعرة مميزة جدا وشعرة جميلة جدا، يمكن معروفة في وسط الشباب. نحن خلونا نمشي لها وهي وزوجها، وحنعمل معهم حوار بسيط وتفاصيل جميلة جدا نحن حنعملها في الحلقة دي وحتتابعوها معنا إن شاء الله. خليكم متابعين معنا شارع النيل وإن شاء الله حتستمتعوا معنا. أكيد متواصلين معاكم في برنامج شارع النيل، زي ما قلنا لكم إنه إحنا الليلة بنحتفل بواحدة من شاعرات بلادي الجميلات جدا، سلمى سيوفي وزوجها إبراهيم علي. خلونا نرحبهم طوالي وندردش معاهم شوية عن تفاصيل الزواج ويتلاقوا كيف وحاجات كتيرة جدا إحنا حنتكلم معاها فيهم. سلمى أهلا بك كتير ومنورة شارع النيل. مرحب بك إسراء ومرحب بغنات أم درمان الفضائية جميلة جدا، والليلة اليوم جميل يعني بطلتك والقعدة الجميلة، والحمد لله يعني تقولوا الخضرة والماء والوجه الحسن يعني الوجه الحسن كويس. الحمد لله معي زوجي إبراهيم علي وبخليه يعرف عن نفسه يعني. تمام إبراهيم، كمان إحنا أكيد بنرحب بك في برنامج شارع النيل ومنوريني شديد الليلة. الله يبارك فيك أستاذة إسراء، وسعيدين إننا نكون معاكم في برنامجكم شارع النيل، وحقيقة سعيدين باستضافتك الطيبة، وإن شاء الله نقدم حاجة ترضي الجمهور وترضيكم إن شاء الله. أول حاجة وأول محور أنا عايزاكم تحكوا لي، تلاقيتوا كيف وإنتوا بتبقوا لبعض ولا هو غريب عنك وإنت غريب عنه؟ أحكوا لي التفاصيل دي من الحاكي أنت ولا إبراهيم؟ أحكي أي واحد، أحكي أنت وأحكي أنا. قال لك كذبي الكذبة أنت يا حي، الله كذبي. يعني احتمال لغاية مع إبراهيم كان غريب شوية، أنا ما بعرفه قبل الزواج بفترة طويلة، ما قرايب يعني؟ لا كويس. تعرفت عليه عن طريق ود خالتي، ومن هنا بقول له يعني الله يشكره. أي بس يعني الحاجة التقليدية، شوف لي عروس وأنا عندي بيت خالتي وكده، فبس رشحني له والأمور الحمد لله مشت وتم الزواج. يعني ما تعرفنا فترة طويلة، فترة الخطوبة كانت زي شهر، بعد ذاك حصل عقد فترة بتاعت 3 شهور أو 4 شهور، وحصل الزواج بس قبل شهر. يمكن كثير من الناس يعني بيخافوا من الزواج، الناس اللي بيكونوا غريبين عنك وما من العيلة وما من الأهل وكده، دائما الناس بتعارض الحتة دي وده زول غريب ونحن ما بنعرفه، والقصص السودانية المعروفة. ما لقيتوا أي معارضة من أي زول من ناس البيت؟ والله الحمد لله الأمور كلها مشت يعني على ما يرام، يعني أنا ما لقيت معارضة من أهلي ولا هو لاقى معارضة من أهله. النفوس كانت طيبة والناس راضية ببعض يعني، وزواج يعني الغريب أنا بفضله أكثر من زواج القريب. يعني زواج القريب بيكون مشاكله كثيرة، ولو حصلت أي حاجة بتبقى في ترسبات في النفوس وكده، بتخرب الأهل. أي بتخرب العلاقات. لكن زواج الغريب لا قدر الله حصلت أي، الناس عايزة تتفارق لو حصل أي حاجة، ما بكون في أثر في النفوس يعني. فبتبقى الكلمة الطيبة دائما الحاجة دي يعني على حسب، يعني الحكاية دي خلاص يعني نصيب في النهاية، وعلى حسب علاقتك أنت مع أهلك عاملة كيف، ممكن تكون كويسة ممكن تكون كعبة ممكن الحياة تمشي. نشوف رأي إبراهيم كمان في الكلام ده، عندك إضافة لكلام سلمى؟ هي كذبت الكذبة زي ما أنت قلتها، فكمل لنا أنت. طيب ما في إضافة كثيرة اللي قالته سلمى، طبعا زي ما قالت إنه عن طريق ود خالتها، وفي نوع من التقليدية الزواج، لكن الزواج زي ما قالت الأقارب دائما بتكون فيه مشاكل، يعني غير إنه انفصال ولا بتكون فيه ترسبات حتى بين الطرفين أو في طرف ثالث، بيكون ما في قضية بالنزاع لكن بيكون مكسوم.
يا مع أهل العروس أو أهل العريس، فدي من المساوئ بتاعته. لكن زي ما قالت الدين الحنيف طبعا حس على إنه الزواج الغارب طبعا من ناحية طبية برضو مشاكله، زي ما عارفين الناس كلها المشاكل الطبية اللي بتحصل والتشوهات للجين الجنين، الترسبات الجينية. فدائما الزواج من الأغارب يعني الغرب دائما بيكون يعني بدي فرصة أكبر إنه تعارف، الأسر بتكبر، في نسب جديد، يعني فيه تفاصيل كثيرة يعني بتكون أفضل من الأقارب. كما سلمى هي قالت إنه لاقتك عن طريق الترشيح، يعني الحكاية دي ما شوية فيها مجازفة؟ والله هي مش ترشيح. إنه اختار لك زول تاني؟ لا هي كانت ترشيح، لكن زي ما تقول قسمة ونصيب يعني 90%. يعني ممكن يترشحت لي قبل فترة وأنا ما كان لاقيتها، فأنا ما كنت ماخذ الموضوع بجدية، فخلاص خير وبمشي فيه على أساس إنه جمعني به. لا يعني ما كان لغاية الآن قابلتها وما شفتها، فجمعتنا مناسبة بتاعته بتاعت شقيقته اللي هو باعتباره كان صاحبي الوقت ده قبل ما يكون نسيبي، فصادفت سلمى، فكان اختياري وقع عليا، فقمت قلت له يا أخي أنسى الترشيح اللي رشحته لي وشوف لي البيت دي. فنفسيا كده أنا ارتحت لي، ولو في خير وحصل يعني النص. أيوة بعد ذاك استخرنا وهنا الأمور مشت. جميل، خلينا نمشي بكم لحتة تانية خالص. سلمى ورينا علاقتك بالنيل عاملة كيف. علاقتي بالنيل يعني كأني أجي النيل وأقعد فيه وكده، علاقة ضعيفة شديد، لكن بحبه. ضعيفة يعني. دي من ظروف الحياة ولا من حاجة جواك؟ لا من الظروف يعني. عدم انتوا طبعا مجتمع الشعراء، فاكيد اي شاعر بيكون عنده علاقة وثيقة جدا بالنيل وبالضفاف وكده. في شاعرنا الجميل جدا يوسف عوض الكريم الدوش، انا برسل له تحايا من هنا، ان شاء الله يكون متابع الحلقة. هو قال عنده حاجة كده بقول انا ما بخاف من البحر بس عندي عقدة مع الضفاف. فانت ما عارفه انت بتخافي من البحر ولا ما بتخافي؟ والله ما بخاف منه. طيب نحن المويه امان يعني ما بتخوف. ابراهيم نفس الحاجه، بتخاف من النيل ولا ما بتخاف؟ انا بقول دائما داخل كل انسان شاعر، يعني ممكن ما قدر يترجم كلماته باحرف، لكن جواه احساس انه الجمال، الخضره، المويه، فدائما الجمال يرتبط بالخضره والماء. فبقول الوجه الحسن ده بيجي في الاخير، ما شرط، لكن الماء والخضرة يعني مرتبطات بالإنسان. جميل. حتى لو مسكنا الإنسان 60% منه موية، يمكن دي شايف علاقة بين الموية والإنسان. معناه أنتوا الاثنين ما بتخافوا من النيل. نحن عندنا لكم مفاجأة صغيرة، رحلة نيلية، حنطلع مع بعض رحلة نيلية صغيرة ونرجع تاني. رأيكم شو؟ موافقين؟ يلا. نحن في النيل، واكيد يعني في اللحظات دي لازم سلمى تقرا لنا شعر. سلمى طوالي حنخليك تقرا، تفضلي. آه
أنا بقول لكل أم كل سنة وهي طيبة وربنا يطول في أعمارهم يعني، والرحلوا مننا بنترحم عليهم، وبقول لأمي خاصة بقول لها كل سنة أنت طيبة، وبقول لها منول في الدنيا منول في الدنيا بديك ريت دون ما يرجى منك شي، منو الدايرة لك أنت الخير وتدعي لك صباح وعشي، منو في حضنها تربيت مسكت في إيدها عشان تمشي، هي أمك ثم أمك ثم أمك وبعد الأم هما فيشي، ويا جاهل حقوق أمك وماشي كمان وتتنى، ده ربنا بالحنان وصاك عليها في الشرع والسنة، فأحذر أحذر من غضب ربك عشان في الدنيا تتهنى، وأكسب لي رضا الوالدة تخش في الآخرة الجنة، وبدعيك يا إله الكون تطول لي عمر ماما، ولو في يوم تران الموت يكون عامي قبل عامة، وحلي عليها كل الكون وازعد ليها أيامها وسهل ليها حج بيتك وخلي العافية هندامة. كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها علينا إن شاء الله. واحدة من المحطات الثانية في حلقتنا لليلة معانا المصور الجميل جدا مجد علي، هو مصور شاب وزول موهوب جدا، نحن حضرناه مفاجأة كمان لعرسان الليلة انه حياخد لهم لقطات مختلفة وحياخد لهم يعني ذكريات جميلة جدا ان شاء الله يحتفظوا بها لقدام. نرحب اول حاجة بمجد، اهلا بك كثير ومنور شارع النيل. اهلا بك يا اسراء، واهلا بعرسان الحلوين وكل متابعين برنامج شارع النيل على قناة ام درمان. اها مجهز شنو لعرسان؟ هم اللي ما عارفين انه عندهم تصوير فوتوغرافي جايهم هديه. حنجهز لهم يعني لقطات جميله ان شاء الله، والجو جميل وفي النيل وفي شعره كمان، فالصوره بالنسبه لها بتكون جميله ان شاء الله. وعندنا كم لوكيشن كمان يعني، نحن ما حنكون هنا بس، تمام ان شاء الله حتطلع صور جميله. طيب خلينا نحن كمان نمشي لعرساننا ونسلم عليهم ونوريهم المفاجاه انه نحن محضر لهم الليله مجعل. يلا تعالي. طيب إبراهيم وسلمى، نحن وصلنا من الرحلة النيلية بأمان، ورونا إحساسكم كان كيف الرحلة. أول حاجة دينا المايك تفضل. الشعر أول. الرحلة كيف كانت؟ والله الرحلة حلوة ومخيفة بعض الشيء، لكن كمان الموية شوية زايدة لكن جميلة إن شاء الله انبسطتوا فيها. والله انبسطنا شديد. إبراهيم والله الرحلة كانت ممتعة، طبعا زي ما قلت عندي علاقة خاصة مع الموية أنا، فكنت مستمتع جدا خصوصا إنه الجو يعني الليلة كويس جدا ويعني استمتعنا جدا. طيب التصوير بتاعكم كان كيف؟ كنت مقتنعين به وتمام؟ التصوير كان جميل والله وظريف ونظيف يعني في نفس الوقت. المناسبة عموما كانت يعني زي ما الناس عايزة مشت، والحمد لله يعني مشينا بورسدان قضينا برضو فيها أيام جميلة، الجو كان جميل وغيم ومطر يعني الحمد لله اتبسطنا والله. طيب يا إبراهيم وسلمى، نحن عندنا لكم كمان هدية تانية وهي تصوير فوتوغرافي. معنا المصور المعروف عندكم مجد علي، هو مصور موهوب جدا ومعروف كمان في وسط الشباب، هو حياخد لكم إن شاء الله لقطات تحتفظوا بها للذكرى وتذكروا بها شارع النيل كمان.
أكيد متواصلين معاكم في برنامج شارع النيل، ويمكن وصلنا لآخر محطات حلقتنا اللي محضرينها لليلة لعرساننا إبراهيم وسلمى. خلونا نسأل إبراهيم وسلمى، أجمل التفاصيل اللي بتكون في العرس هي التفاصيل اللي بتكون بلدية، يعني غير الحاجات اللي بتكون دخلت علينا جديد، ورونا أجمل حاجة أنتوا عملتوها بلدية سودانية خالصة في عرسكم كانت شنو إبراهيم؟ والله طبعا التقاليد العادية أجرتك، فأنا كنت ضعيف في الحاجات دي حقيقة، فإحساس أجرتك ده كان إحساس غريب بجد، كان مميز. يعني أنا حضرت زيجات كثيرة عربية في سلموا عليك في الفلسطينية وفي السعودية، لكن كانت بجد يعني تفاصيلنا نحن السودانية حقتنا، تفاصيل الجرتك بالذات كانت مختلفة جدا، يعني أدت إحساس غريب. كان ممكن تستغنى عن الجرتك ولا أهلك ما خلوك؟ والله أنا في الأول كان عندي احتراط في الحنة ذاته، فبدت أتنازل شوية شوية عن رغباتي، بديت خطيت الحنة، فبقى ده نحسس بالجد إني عريس، حاجة مميزة. اقتنعت بعد ذلك؟ اقتنعت بعد ذلك. أي تفاصيل تانية للعريس أنا ما بتكلم فيها. تمام، طيب خلينا نشوف سلمى. سلمى أنت أقنعتيه ولا هو قال كان في الأول معترض شوية على حاجاتنا البلدية، أقنعتيه ولا هو كان يقتنع من ما كان رافض حتة البلدي، هو كان رافض حتة الزفاف والحنة، هو كان داير الحياة البلدية شديد، يعني عايز موضوع الجرتي وخلاص. طيب الحنة ما بلدية شديد، هو كان رافضة ما كان داير حناي، بس عايز الجرتك يجي يقول تعالي جرتك وسق عرسك خلاص، لكن ما كان عايز زفاف، يعني ما كان عايز يخطوا له الحنة، يعني حتى هو الحنة اللي خدتها 10 دقائق ولا خدت حنة، يعني اليوم اللي هو اليوم الثاني حنة وطلعت، ما كان في حنة أصلا أسر لي حنة. طيب نحن محضرين لكم واحدة فنانة هي حتغني بدلوكة، يمكن دي المفاجأة الأخيرة اللي احنا محضرينها لكم في حلقتنا لليلة. خلونا مع بعض نمشي ونتابع مع كل مشاهدينا المحطة الأخيرة. مبروك يا صباح الخير، ده عريسنا اللي بعدل الميل. مبروك يا صباح الخير، ده عريسنا اللي بعدل الميل. سوى وما بيقو سويت، تسلم يا عمود البيت. معنا عواطف علي، هي الفنانة اللي حتغني لنا بالدلوكة، نحن نسلم عليها ونرحب بها كمان. عواطف منورانا شديد في برنامج شارع النيل، ونحن جبنا لك عرسان الليلة، حتغني لهم شنو؟ يعني لهم طبعا سيرة، يا أغنية مبروك يا صباح الخير، ده عريسنا اللي بعدل الميل. لكن عواطف جيتينا براك، يعني الدلوكة دي المفروض تكون لما ومعاكي بنات بيشيلوا، وين بناتك؟ والله بناتي طلعوا طبعا حفلة مع فنانة تانية، لكن إن شاء الله الحلقة الجاية أنا يعني وعدتينا بحلقة تانية كده. إن شاء الله. إن شاء الله. بتغني متين أنت؟ والله من زمان حنم بلبل. بدري يعني؟ بدري والله. يلا تفضل هسي نسمع منك طوال، تفضل. طيب يلا صفي قولينا أنت كمان. مبروك يا صباح الخير، ده عريسنا اللي بعدل الميل. مبروك يا صباح الخير، ده عريسنا اللي بعدل الميل. أدى وما بيقول أدى، سوى وما بيقول سويت، سوى وما بيقول سويت، تسلم يا عمود البيت. مبروك يا صباح سوى وما بيقو سويت، تسلم يا عمود البيت. مبروك يا صباح الخير. طلع سلمى فرحانة، أجيد بس معاها جيرانة. هي ما طلع سلمى فرحانة، أجيد بس معاها جيرانة، أجيد بس معاها جيرانة، والشمعة شانا. مبروك يا طلعت أم ظريفة، فرشت لنا القطيفة،
فرشت لين القطيفة، فرشت لين القطيفة، ونحن والعائلة الظريفة. مبروك يا صباح الخير يا سميح ولدي، الشايقي ولدي.